السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واجعل هذا المجلس المبارك مجلسا تحفه الملائكة، تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكره الله في من عنده. واغفر لنا ووالدينا والحاضرين والمستفيدين والمرتبين والمنظمين لهذا اللقاء، واجزهم خير الجزاء، ووفق اللهم ولاة أمرنا وعلماءنا ورجال أمننا، واحفظ بلادنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أما بعد، فعلى بركة الله، في هذا اليوم الثلاثاء 20 من الشهر الثالث من عام 43 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام، حيث شرف المكان وشرف الزمان وشرف الرسالة العظيمة الذي يحضرها ويقوم بها أناس شرفهم الله عز وجل في خدمة بيته في شتى أنواع الخدمة، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم. الدرس في تفسير القرآن العظيم من كتاب تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح حديث بل كتاب عمدة الأحكام، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يبارك في مجالسنا وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم حث على النفقة في سبيله، لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهز له. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله، موافقة لمرضات الله من مال حلال طيب، طيبة به نفسه. وهذا من كرم الله تعالى، حيث سماه قرضا، والمال ماله، والعبيد عبيده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة، وهو الكريم الوهاب. وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبين فقره ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن. ولهذا قال:
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إلى قوله وبئس المصير. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الآية هي الآية 11 من سورة الحديد، جاءت بعد آيات الجهاد والقتال في سبيل الله، فكأن مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما كانت العبادات وفرائض الإسلام متوقفة على المال والإنفاق والقرض الحسن، ندب الله عز وجل عباده إلى أن يجمعوا بين الصدقة والإنفاق في سبيله وبين العمل الصالح، ومنه الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. هذا ما يتعلق بمناسبة الآية لما قبلها. هذه الآية العظيمة أصل عظيم في الحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. هذه الآية أصل عظيم في الحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله وبيان أجر ذلك، وأن الله سبحانه يضاعف ذلك لعبده ولعباده المنفقين في سبيله، ولهم أجر كريم. وليست هذه هي الآية الوحيدة في الترغيب في الإنفاق في سبيل الله والصدقة، فهناك آيات عظيمة وكثيرة ومتعددة وأحاديث نبوية شريفة تحث على الإنفاق في سبيل الله، وهي لا تكاد تخفى على كل قارئ للقرآن العظيم، وبيان أجر ذلك وثوابه في الدنيا والآخرة. غير أن هذه الآية في لطائفها وأسلوبها تعني أكثر من مجرد الإنفاق والبذل، فعبر الله عز وجل في القرآن الكريم قال وذكر بالإقراض. والإقراض نوعان، إما أن يكون بمعناه العام فكل عمل حسن فهو إقراض من العبد لنفسه في الحقيقة، لكن الله أضافه إلى نفسه ليحث العباد عليه. فما بالكم بإذا كان المقرض هو الله رب العالمين، ماذا سيكون جزاؤه؟ ولهذا قال فيضاعفه له. بينما الآخرون من الخلق في باب القرض يرده إليك، القرض هو المبادلة، مبادلة مال بمال، وهو نوع من المعاملات، أنت تعطيه الآن أو هو يعطيك لترده إليه، فهو من باب المقابلة. وقد يكون المقرض مماطلا ومؤخرا، وكذلك المقرض مطالبا وممتنا وملحا، بينما هذا ليس فيما يتعلق بالله عز وجل. فإذا هذا تعبير بليغ وعظيم يدل على لطف الله عز وجل وسعة فضله، و
دعوته عباده إلى الإنفاق والقرض سواء أيا كان العمل. فأنت ما حينما توحد الله، وحينما تصلي، حينما تزكي وتتصدق وتصوم وتحج، أنت تقدم لنفسك وتقرضها لتجد ذلك في سجل حسناتك. فكيف والمقرض رب العالمين؟ هذا من باب الترغيب العظيم من الله عز وجل لعباده في أعمال الخير كلها بعامة. والمعنى الثاني معنى أخص، المعنى الخاص، الإقراض الخاص أو القرض الخاص الذي هو الصدقة والإنفاق في سبيل الله وأعمال البر. من ذا الذي، وانظر إلى هذا الأسلوب، أسلوب ندب وحث وترغيب. أنا حينما أقول لكم مثلا يا فلان قم فاعمل كذا أو تصدق أو وزع مثلا عملا أو خدمة في الحرم، هذا ليس، هذا أمر، لكن من ذا الذي يقوم فيسقي المعتمرين؟ هذا فيه أسلوب في الحث والترغيب، تجد الجميع سيقول أنا له. شوف كيف طريقة والأسلوب القرآني في ترغيب العظيم بهذا الأسلوب الأخاذ المشوق الذي يجعل كل إنسان يقول ها أنا ذا. من ذا الذي يقرض الله؟ يعني من منكم يريد أن يفوز بهذا الثواب العظيم؟ كل الناس يقولون كلنا نتمنى ذلك. من ذا الذي، من مبتدأ، من مبتدأ خبره ذا، من ذا مبتدأ وخبر، الذي صفة لذا نعت أو بدل. من ذا الذي، لأنه يجوز أن يكون الاسم أو المبتدأ والخبر وهي جملة تامة دون صفة أو دون بدل، والبدل يقوم مقام المبدل، فتجوز السياق والمعنى يجوز. من الذي أو من ذا يقرض الله؟ فجاءت الذي صفة من باب التأكيد على القيام والندب والحث على هذا العمل الجليل. الإقراض في اللغة أصله من القرض وهو القص. قرضت الثوب بالمقراض قصصته. ومن اللباس ومن أي شيء حسي أو معنوي. لماذا؟ لأنك هنا تقرض بمعنى تقص شيئا من مالك، تنقصه لتتصدق به، وهو في الواقع ليس نقصا وإنما كمال، لكنه في ظاهره قد يكون نقص. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أو خديجة في الصدقة، ماذا أبقيت منها؟ قالت ما أبقيت منها إلا ثلثها. قال لا، تصدقت بها كلها وما أبقيت إلا أقلها. فمعنى أنه الإنسان حينما يأخذ شيئا ينقصه ويقرضه من ماله
فهو الأوفى والأكمل والأوفر له في ميزان حسناته وعند الله عز وجل. هذا أصل الإقراض في اللغة، وفي الإصطلاح أو الشرع معناه إعطاء العين، إعطاء العين. والعين إذا جاءت هنا يعني الشيء المعين، سواء كان حسيا أو معنويا. إعطاء العين على وجه يطلب بداله، على وجه يطلب بداله، فإما أن يكون مالا وإما أن يكون عينا، كسيارة أو بيت أو كتاب أو أي شيء من الأمتعة وما يسمى عينا. إعطاء الشيء على وجه يطلب بدله، هذا هو القرض. يجيك واحد بيتزوج يبي يبني بيت ويقول لك اقرضني 100,000 50,000 أقل أكثر فتعطيه، وورد وهذا من القرض أيضا للثواب وطلب الأجر من الله عز وجل. وورد أن من أقرض مسلما قرضين فهو كصدقة مرة، وهذا أيضا من الترغيب. ويكفي أن الإنسان يخلص في قرضه في نفع أخيه فيكسب الثواب ويأجره الله عز وجل على هذا، وهو يحسن إلى نفسه وإلى أخيه وسيرد له ماله. ولهذا فرصة القروض الحسنة في الأعمال الخيرية، قد لا يكون الإنسان مستطيعا أنه يبذل، لكنه يقول ممكن أن أقرض لمدة سنة سنتين ثم يعود لي رأس مالي، وهو في مجال الإنفاق في سبيل الله مخلوف ومضاعف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آيات الإنفاق في سور القرآن وفي سورة البقرة وغيرها كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني الريال يقرض الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، الريال 7 أريل، والسبعة أريل 700 إلى 7,000 إلى 7 ملايين إلى 7 مليارات إلى 7 تريليونات وهكذا. فهذا فضل الله يؤتيه من، والله فوق ذلك يضاعف لمن يشاء والله واسع. شوف كيف السعة، يعني لا تبخلون، وسعوا على أنفسكم فيوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. عليم، عليم بنواياكم وصدقكم وإخلاصكم وقلوبكم. هذا معنى الإقرار. ما إعراب قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ها، مفعول، مفعول مطلق ولا مفعول به؟ على وجهين سيأتيان، لكنه يقرض قرضا مفعول مطلق، ويجوز أن يكون مفعولا به. من ذا الذي يقرض الله قرضا على توجيه فيضاعفه، هل هو على الأجر
أو على القرض أو على النظر إلى المنفق. سيأتينا كلام المفسرين فيها. قرضا حسنا مفعول مطلق له بمعنى يقرض الله إقراضا حسنا. ما كل إقراض ينفع، ولهذا قال حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما تنفق قرض حسن ولا ما ينفعك قرضك؟ ولهذا دائما القرآن يعبر بالحسن والأحسن، ليس العبرة بالعمل، العبرة بحسنه وأحسنه، ليبلوكم أيكم أحسن. وهنا قرضا حسنا يعني تحقق فيه شرطا الحسن، وهما الإخلاص لله الذي يشوبه الربا ليس حسن، والرياء ليس حسن، والمن ليس حسن، والأذى ليس حسنا، وهكذا. إذا لابد أن يكون هناك إخلاص في الإنفاق لله تعالى، أن يعطي لوجه الله، وتحري أكرم المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا مما ينافي الإقراض الحسن. وأفضل الجهات، يعني يعطي المستحق أفرادا أو جهات، وهنا الإنفاق في سبيل الله. وأهم شيء أن يقع الإنفاق موقعه في محل الثقة وتحت مظلة مأمونة، فلا يعطى المال لأي شخص مجهول أو جهة مجهولة، لأنه قد لا يوافق أن يكون قرضا حسنا فيذهب مالك، وقد تحرم الأجر، وقد يكون هذا الذي أعطيته مستغلا له في ما ليس بمرضاة الله. قد يجيك إنسان فقير يدعي الفقر وأنت لا تعرفه، فيأخذ مالك وقد يستخدمه في مخدرات لا قدر الله مثلا. أنت على نيتك وأجرك، لكن ينبغي أن تقرض الله قرضا حسنا، بمعنى أن تتأكد أي جهة تعطي وأي فرد تعطي حتى تحقق الإقراض الحسن. وما أحسن أن يكون القرض في سبيل الله، في طلب العلم، تشجيع طلاب العلم، في الإنفاق في سبيل الله، في ضروب الجهاد في سبيل الله المشروعة التي تحتاج إلى معرفتها من الجهات المعنية، لأن هذه المسائل اليوم أصبحت من الأمور المشتبهة في هذا العصر، فتحتاج أنك تعطيها إلى جهات موثوقة. واليوم مثلا منصة إحسان منصة موثوقة ومأمونة، في المركز الملك سلمان للإغاثة في الأعمال خارج المملكة، وهكذا. لابد أنها تصل لتكون قرضا حسنا إلى فرد أو جهة موثوقة ومأمونة. هذا معنى قرضا حسنا. وأيضا الحسن في مجالات يخرج القرض السيء فيما يعين على معصية أو على بدعة أو على منكر والعياذ بالله، هذا كله ينافي أن يكون القرض حسنا. أو أن يستغله الإنسان الذي أقرض هذا المبلغ في أمور غير شرعية أو غير نظامية أو غير أمنية أو غير صحية، وهكذا. في اليوم مجال الإنفاق ضوابطه كثيرة ومهمة. نعم.
والمعنى حفظكم الله ورعاكم، من ذا الذي ينفق ماله؟ ونحن قلنا سواء في المعنى العام، في الإنفاق العام اللي هو العمل الخير تطوعي، العمل الخيري، مجال الأعمال الصالحة والخيرية، أو في مجال في المعنى الخاص الذي هو الصدقة والإنفاق، من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله؟ وفي سبيل الله إما المراد بها العموم، في سبيل الله في كل مجال في سبيل الله، أي مخلص فيه العمل لله، فكل المجالات الخيرية يجوز أن تكون في سبيل الله. وقد خصه بعض أهل العلم في الجهاد والقتال في سبيل الله، ومنه آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، قال المفسرون أي في الجهاد. وهذا يحتاج اليوم إلى أن تعطى للإمام ليعرف ويصرفها في أوجه الجهاد المشروعة، لأن من الجهاد اليوم ما هو باسم الجهاد، لكنه يحتاج إلى ضوابط شرعية. الجهات المعنية هي أدرى بها اليوم، والجهات الشرعية كالإفتاء وكبار العلماء هم الذين يحددون هذه الجهات، ولا تخضع لاجتهاد الشخص، لأنها من القضايا التي لبس فيها الحق بغيره من الرايات العمية المعاصرة والجاهلية الكثيرة. نعم، رجاء أن يعوضه الله، فإنه كمن يقرضه، يعني كمن يعطيه، فليبشر بالخير يضاعفه له وله أجر كريم. قال أهل العلم والمفسرون كل من قدم عملا صالحا يستحق به مثوبة فقد أقرض. شوف هذا المعنى العام، كل من قدم عملا صالحا، جلوسكم في هذا الدرس قرض حسن، ويرجى أن يضاعفه الله لكم ولكم أجر كريم. فكل عمل صالح يستحق به مثوبة من الله فقد أقرضه. ومنهم قولهم المعروف قرض، المعروف قرض، والأيادي قرض، والمواقف قرض، يعني قدم معروف سيعمل لك معروف، تجده في أبنائك، تجده في أحبابك أصدقائك. فالأيادي قف مع الناس، انفعهم ينفعك الله، ويهيئ الله لك من ينفعه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. فهم يقولون المواقف قرض أو قروض، والأيادي قروض، فكل ما تقدمه تقدمه لنفسك. قدم خير تجده، قدم شر تجده. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، عفوا تعف نساؤكم. قدم الخير للناس وأبشر بالخير. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، واشكر فضائل ذي الإنعام إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ونحن نرى الناس اليوم في مواقف يسجلها التاريخ يقرضون خير فيجدونه والله في السمعة الطيبة والقدوة الحسنة، ويجدون ذلك في أبنائهم وأزواجهم وأعمالهم وقبول الله لهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبخلاف من قدم الشر والعقوق يجد
ومن آذى الناس سخر الله له من يؤذيه، ومن عاداهم، يكفي أنه عاد الله عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالأمر ليس بالأمر الهين، فليتنبه المسلم لهذا، وليحرص أن يكون دائما ذا أيادي بيضاء، لأن الأيادي قروض، والمواقف قروض، والأعمال قروض. أحسن يحسن إليك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. قال تعالى: قرضا حسنا. قلنا يخرج سيئا، فالقرض، فالمعصية قرض سيء، والإنفاق في غير سبيل الله قرض سيء، فليحذر المسلم من القرض السيء. لا تخلطن خبيثات بطيبة واخلع ثيابك منها وانجو عريانا. خل كل أعمالك طيبات، لا تخلطن الخبيث بالطيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أيا كان الخبيث، كلمة خبيثة، فعل خبيث، إنفاق خبيث، في أي مجال تصرف خبيث. احذر الخبث والخبائث وكل مادة خاء باء ثاء، فهي أصل واحد في الشر. كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا أو سيئا ويدان مثل ما دانا. اعمل ما شئت كما تدين تدان، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. والمعنى الثاني من القرض، المعنى الخاص، وهو الصدقة. واضح؟ وأصل القرض كما قلنا القطع، من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه به، ثم سمي به ما يقطعه الرجل من أمواله فيعطيه عينا بشرط رد بدله، فعلى هذا يكون قرضا حسنا. إذا كان كذا على هذا المعنى، يعني القطع، فمعناه مفعول به. وإذا كان العمل الصالح أو الصدقة فمعناه أو فإعرابه مفعول مطلق. من ذا الذي يقرض الله إقراضا حسنا وما يقطعه الرجل من ماله؟ من ذا الذي يقرض الله بأن يقطع من ماله شيئا فيكون إعرابها هنا مفعول به، فيكون إعرابها هنا مفعولا به، والعلم عند الله تعالى. والمعنى: من ذا الذي يقرض الله مالا حسنا حلالا طيبا؟ فإنه تعالى لا يقبل إلا الحلال الطيب. الإمام القرطبي في تفسيره لما جاء في هذه الآية ذكر صفات 10 للقرض الحسن. إذا ما توفرت هذه الصفات 10 معنى أن القرض ما هو بحسن، والله أعلم. يخلف على كل قرضنا السابق أنه يحتاج إلى تجديد العهد مع الله عز وجل، وهذه بركات العلم. يلا عدوها. الإمام القرطبي رحمه الله يقول: لا يكون القرض قرضا حسنا إلا إذا اجتمعت فيه أوصاف 10. أولا، أن يكون المال من الحلال. اربع على نفسك أيها المرابي، ويا أيها السارق، ويا أيها المنتج أموالك من الفساد وشبه الفساد والمخدرات و و و، لك الويل، لا تزني ولا تتصدق، الله لا يقبل إلا الحلال الطيب.
واحد، اثنين، أن يكون من أجود المال. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثلاثة، أن تتصدق به وأنت محتاج إليه، لست مستغن عنه. ولهذا سبق درهم 1000 درهم. راعي المليون إذا طلع 1000 ريال، وش عند راعي اللي مثلا راتبه 5000 ويطلع 1000 ريال؟ 1000 هذا أفضل من 1000 المليون. فهنا محتاج، وكلما كانت الصدقة من محتاج كلما وقعت قرضا حسنا. وليس معنى ذلك أنه ليس لك قرضا حسنا، وإن كان الحسن درجات والسوء دركات. فالرابع حفظكم الله أن تصرف الصدقة والقرض إلى الأحوج، تعطيها المحتاج. عندك فقير أو مسكين، أيهما أحوج؟ الفقير ولا لا؟ لأن الفقير معدل أو عنده أقل، لكن المسكين قد يكون عنده، وهكذا. فإذا تراعي فيها لتكون أحسن وحسن، أن يراعى فيها أن يكون المحتاج أكثر حاجة. ولهذا ليس المراد عند بعض الناس الصدقة أنك تطلع بس على المستحق ولا غير المستحق وبس تمشي، لا، تأكد واصرفها إلى الأحوج إليها. 5، أن تكون الصدقة سرا. إن تبدوا الصدقات فنعمة، وإن تخفوها وتؤتوها فقراء فهو خير لكم. كتمان والسرية في الصدقة أفضل من الإعلان. تبرع التاجر الفلاني بالجرائد ومليانة، إلا في حالة واحدة استثناها أهل العلم، كما في آية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، فإذا رأى المنفق أنه إعلانها وهو قدوة ليحفز الآخرين فهذا بنيته. أما الكتمان والسرية في النفقة فهو أفضل. قال صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه أو شماله ما تنفق يمينه. وكم من الناس ما عرفوا يتصدقون إلا لما ماتوا، جو الناس اللي كان صدق عليهم في حياته وقالوا رحمه الله كان يتخولنا نحن طلبة العلم والفقراء يعطينا دون أن يعلم أحد. فهذا باب عظيم في الصدقة، وهو من الإقراض الحسن. أو شو كم الباقي؟ 6، وألا تتبعها بالمن والأذى. قول معروف خير، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنا اللي عطيتك وأنا اللي سويت بك وأنا اللي أغنيتك وأنا وأنا، ولا كل مجلس يقول أنا سويت وأنا سويت. لا لا يا أخي، الله غني عن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أو يجلس يمن عليه حياته كله، وكل ما شافه قال له تذكر يا بيقول ليتي مفتك من صدقة. فإذا هذا أمر بينك وبين الله، فليتنبه المتصدقون لهذا ليكون قرضهم حسنا. شوف كيف معنى هالكلمة العظيمة، قرضا حسنا، ترى تمر علينا وإحنا ما ندري إيش معناها. نعم. بعدين 6 و7، الإخلاص، أن تقصد بها وجه الله تعالى ولا ترائي بها الناس. الرياء والسمعة والإعلانات والمشاهير واللي يتبرعون اللي يطلع في السناب ويجيب هالمشاهير
وما شاء الله التطبيلات هذا وين؟ وش يريد؟ يريد الثناء عند الناس ولا يريد ما عند رب العالمين؟ فليتنبه لهذا. وأن تستحقر ما تعطي. إذا أعطيت مليون لا تقول والله أنا ترى أعطيت مليون وش لله عز وجل أو كثير، أنت تعطي نفسك تقرض نفسك بتجدها أمام الله عز وجل. وإن كان كثير مهما تعطي فهو قليل. الله إذا أعطيته مثلا، بعض الناس يمن حتى في الزكاة ولا في الصدقات، إذا الله أخذ منك القليل فقد أعطاك الكثير، وهو ما أخذه منك، أعطاك إياه لتراه أمامك في يوم أنت أحوج ما تكون إليه، وأن يكون من أحب أموالك إليك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذا بيجينا قصة أبي الدحداح. نعم. وألا ترى عز نفسك وذل الفقير. لا ترى وأنت تصدق أنك خلاص أنت العزيز والمتفضل وهذاك الذليل الحقير لأنك أعطيته. عشر خصال، متى ما تحققت كانت قرضا حسنا لله. در القرطبي رحمه الله على هذه الصفات. طبعا هذه ليست شروطا وإنما هي صفات، صفات كمال، قد يكون مراد الأحسن، وإلا الصدقة إن شاء الله على كل حال وقد تكون حسنا وأحسن ودرجات. وقيل في معنى القرض الحسن أنه الخالص من شوائب الرياء. أما القرض الذي يدفع إلى الإنسان من المال بشرط أن يرد بدله فهذا سنة، سنة مؤكدة، وقد ذكر بعض العلم أنه واجب عند الاضطرار. يجيك واحد مضطر فيجب عليك أنك تقرض، ويحرم على من يستعين به على معصية. إذا كنت تعرف أن اللي جاي يبي قرض ليستعين به على معصية، مخدرات، أمور منكرة، مخالفات، فلا يجوز لك أن تعطيه، فيضاعفه له. هذه النتيجة، اللي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له، يضاعفه. فيها أربع قراءات، فيضاعفه بالنصب، فيضاعفه بالرفع، فيضعفه بالنصب والقصر، فيضعفه له بالرفع والقصر. أظنها ما تبي لم طوى، واضح. وش توجيه القراءات؟ فيضاعفه له، هذه قراءة حفص عن عاصم بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى، كأنه قيل. شوف باعتبار المعنى، هذه بقف عندها الآن. باعتبار المعنى، جواب الاستفهام باعتبار المعنى، معنى القرض لا معنى المقرض، لأنه جاء فيضاعفه. هل يضاعف القرض أو يضاعف الأجر أو يضاعف للمقرض؟ هذا معنى المعنى، وأيضا الشخص والاسم واللفظ، كل واحدة من توجيه القراءات الأربع تندرج تحت هذا التوجيه في توجيه القراءات. فيضاعفه، قلنا بالنصب على جواب الاستفهام، من ذا الذي يقرض الله فيضاعفه قرضا حسنا فيضاعفه، كأنه قيل أيقرض الله أحد
فيضاعفه له، أي فيعطيه أجره أضعافاً من فضله سبحانه. وإنما قلنا باعتبار المعنى لأن الفاء فيضاعفه إنما تنصب فعلاً مردوداً على فعل، على فعل مستفهم عنه. وهذا مذهب عدد من أهل اللغة منهم أبو علي الفارسي. وها هنا السؤال لم يقع عن القرض بل عن فاعله، وله أجر كريم، وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم حسن طيب مرضي في نفسه، حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون، وإن لم يضاعف فكيف وقد ضعف أضعافا كثيرة. والمعنى: من هذا الذي ينفق أمواله في سبيل الله محتسبا أجره عند ربه بلا من ولا أذى فيضاعف له ذلك القرض فيجعل له بالحسنة الواحدة 700، وله بعد ذلك جزاء كريم، أو جزاء كريم بمثوبته بالجنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح. هذه قصة أبي الدحداح، قصة عظيمة في المبادرة في الإنفاق والصدقة والقرض الحسن، إلى درجة أن أخرج عياله وزوجته أم الدحداح من المزرعة والبيت والحائط اللي هو البلاد والبستان ليقرضه رب العالمين. وليبشر أبو الدحداح بالمضاعفة وله أجر كريم. قال: جاء أبو الدحداح الأنصاري قال: إن الله يا رسول الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده قال: إني أقرضك، إني أقرضت ربي حائطي، يعني بستاني، وكان له حائط فيه 600 نخلة بالمدينة قبالة المسجد النبوي، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال أبو الدحداح: فناديتها يا أم الدحداح، قالت: لبيك. ونعم المرأة، ألا لو تقول لحريم هالزمان اطلعي من بيتك ترى يقرضته الله، أو ايش تبي تقول؟ العلم عند الله تعالى. قالت: ناديتها يا أم الدحداح، قالت: لبيك يا أبا الدحداح. شوف شوف الأدب، يا سلام. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. إيش ردت المرأة الفقيهة الحصيفة العظيمة؟ ربح بيعك يا أبا الدحداح، ربح بيعك يا أبا الدحداح، الله أكبر. هكذا كانت النساء يقفن مع أزواجهن في أعمال الخير، ما قالت أنا وين أروح وأنا وعيالي وش أسوي بهم، لهم الله ورسوله والحمد لله. وربح بيعك يا أبا الدحداح، ونقلت منها متاعها وصبيانها. فقال رسول الله: كم من عذق الرداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح في الجنة، يعني مليان، بدل أن نخل 600 إلى أضعاف مضاعفة، ورداح يعني مليئة، وش طلعة بالنسبة لطلع الدنيا؟ كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في المسابقة. وهذا أكبر دعوة للإنفاق في سبيل الله. نعم الحديث. جاء
حديث جابر، نعم نازلنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. اللهم صل على محمد. لا زال الحديث في فقه حديث جابر رضي الله عنه في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، ووقفنا عند صلاة الظهر. كان يصلي الظهر بالهاجرة، وهي شدة الحرارة. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه يعارضه حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. حديث جابر: نصلي بالهاجرة شدة الحرارة. وحديث أبي هريرة: نصلي الظهر بالإبراد، يعني نؤخرها حتى إن الشمس تخف حرارتها. ما تلاحظون تعارض؟ ظاهره التعارض، وإلا ليس في الآيات حديث تعارض، إنما ظاهره التعارض. هذا يقول صلوا بالهاجرة في شدة الحر، وهذا يقول أبردوا يعني أخروا، ليس شدة الحر إنما حينما تخف الشمس. للعلماء مسلكان في دفع هذا التعارض وإزالة الإشكال. الأول الجمع، وقلنا وهو موضوع ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، الجمع، الجمع بين الحديثين. خذها قاعدة عندنا في الأصول: إذا استطعت الجمع بين النصوص فلا تذهب للتعارض، يعني لا تذهب إلى النسخ أو إلى أن تنظر في، يعني إذا استطعت أن ترجح، أن ترجح فهو أولى من الأخذ بأحد الدليلين. أن ترجح بالجمع بين الدليلين أفضل من أن تعمل أحدهما، وهذا ما نريد أن نعمله الآن. فنجمع بين حديث جابر وحديث أبي هريرة: إن حديث جابر على سبيل الجواز، وأنك تصلي الظهر في وقتها، في أوله، في وسطه، عند شدة الحر، عند خفة الحرارة، لكن حديث جابر بالهاجرة يعني حينما تشتد الحرارة. حديث أبي هريرة: أبردوا، فالإبراد سنة، وهذاك على الجواز. الإبراد سنة، والصلاة في الهاجرة دليل الجواز، والإبراد والتأخير سنة. هذا هو مسلك الجمع. طيب، إذا أردنا أن نرجح، أي الدليلين أرجح؟ هل حديث جابر ولا حديث أبي هريرة؟ نعم، نستطيع أن نقول إن بعض أهل العلم سلك مسلك الترجيح، فقال: الأشبه أن يكون حديث التعجيل اللي هو حديث جابر منسوخاً، منسوخ بحديث الإبراد، فيكون أبرد نسخ حديث الصلاة بالهاجرة النسخ، وهذا قاله جماعة من أهل العلم، نقله الخلال عن الإمام أحمد، وقال: هذا آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار الأثرم والطحاوي والصنعاني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحمهم جميعا. الدليل، ايش دليله انه منسوخ؟
دليلهم أنه منسوخ ما أخرجه أحمد بن ماجه طحاوي بن حبان وغيرهم من طريق شريك بن عبد الله إلى المغيرة بن شعبة، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال: أبرد. شوف كيف الربط بين الحديثين، فمعنى أن أبرد نسخ صلوا بالهاجرة. والحديث قال البخاري إنه محفوظ، ورواه أحمد بأسانيد قال كلها جياد، وصححه ابن حجر. زين، وجه الدلالة كما قلنا إنه جاء بالإبراد بعد التعجيل، فدل على نسخه. نوقش ذلك بأن هذا الحديث الذي استدلوا به، حديث ربط الهاجرة بالإبراد، حديث ضعيف، ضعفه أبو حاتم وابن معين والبخاري، تفرد به شريك بن عبد الله القاضي به، وقد نسبه غير واحد من الأئمة إلى سوء الحفظ. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا. والثاني من طريق أبي عوانة، فيكون الحديث موقوفا، وليس الموقوف حديث الإبراد بناسخ للحديث المرفوع وهو حديث جابر. كذا هذا في مجال الترجيح. الدليل الثاني أيضا أن حديث الإبراد رويت عن أبي هريرة والمغيرة، وهما ممن تأخر إسلامهما بخلاف أحاديث التعجيل، فقد رواها خباب وابن مسعود وهما متقدما الإسلام. والراجح في هذه المسألة أن من تأخر إسلامه لا يقتضي أن يكون حديثه متأخرا عن حديث متقدم الإسلام حتى ينسخه، إلا بثلاثة شروط: أن يكون كلاهما يرويان من غير واسطة، لا يلزم من تأخر إسلامه تأخر مرويه، الثالث أن يكون الذي صحبه آخرا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل صحبته. الترجيح بين النسخ وبين إمكان الجمع، نقول إن النسخ تبين ضعفه فلا مصير لنا إلا الجمع، فنقول إن حديث جابر على الجواز وحديث أبي هريرة بالإبراد على الاستحباب، وبذلك يزول الإشكال ويندرئ ويدفع التعارض، والعلم عند الله جل وعلا. في فائدة ذكرها أهل العلم: الفرق بين النقيضين والضدين. هل حديث جابر وحديث أبي هريرة متناقضان أو متضادان؟ شو الفرق بين النقيضين والضدين؟ يلا، هذه فائدة لغوية نستفيد منها في بناء الأصول، في بناء الفروع على الأصول. الضدان ما لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، أبيض وأسود ضدان، لك مو نقيضان، يعني ما يجتمعان أبيض وأسود لكن قد يرتفعان، ولا لا؟ يصير لا هو أبيض ولا أسود لكن أزرق أحمر أخضر، هذان الضدان ما لا يجتمعان وقد يرتفعان معا، وأما النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، الليل والنهار. الليل والنهار ما يمكن ليل ونهار سوا، يروح الليل، لا يجتمعان ولا يرتفعان، إن راح الليل جاء النهار وإن جاء النهار راح الليل، ها
هذه فرق بين الضدين والنقيضين، ويكون الحديثان متناقضين أو متضادين. هاي طلبة العلم، ليس ظاهرهما التناقض بل ولا التضاد حينما يبدو فقههما والترجيح بينهما، والعلم عند الله تعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ووالدينا والحاضرين والسامعين والمعتمرين والزائرين والمصلين والمسافرين والركع السجود، وأن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان، ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يحقن دماءهم ويصلح أحوالهم، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.